هلال كامل صحفي معارض كان يعمل في الجريدة الرسمية للدولة، وتم تكريمه من الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات باعتباره مراسلا حربيا، شغل منصب رئيس تحرير الجريدة القومية، ولكن تم إقالته لكثرة المشاكل التي أثارها مع رؤسائه بعد أن شن هجوما على رئيس الوزراء بسبب قرارات خصخصة الشركات العامة سنة 92. ولم يكتفي بذلك، بل احتد وثار على رئيس الجمهورية نفسه. وبعد إقالته اختفى عن أضواء الصحافة سنوات، دخل في حالة اكتئاب بعد وفاة زوجته التي داهمها المرض ولم يستطع علاجها على نفقة الدولة. ثم تم تعيينه في جريدة نبض الشعب المعارضة، وعاد ينشر مقالات مليئة بالإسقاطات السياسية منذ ذلك الوقت. نبض الشعب، نبض الشعب. ماشي يا عم نبض الشعب. من فضلك عايز اقابل استاذ جمال. استاذ جمال مين؟ امين عام مراسم من مجلس الوزراء. اقول له مين حضرتك؟ هلال كامل. ثانيه واحده. اوكي انستازيا، I don't want to talk about the past. Okay, as you like. But I will not send mother to Egypt. I hope you forget that idea. Your thoughts are still the same. Yes, because I see what is happening in Egypt from terror. And I have right to fear for my son. I want to talk to Mado. Mado? Hi, Daddy. I miss you. I miss you too, Mado. I will send you so many games soon. Thank you, Daddy. أنا لو أعرف إن أنا حستناك كتير كنت جبتك البيت أرحم. أنت أتنور في أي وقت يا عم، مع إني متضايق من مقالك الأخير. ما كانش لازمة يعني تخبط في الحكومة، أنت كده بتحطني في موقف حرج. الموضوع ضايقك أه، بس هو عجب ناس كتير. كنت متوقع الرد ده. خير؟ أنا جايلك بخصوص زيزو منا. أنت جايلي شغلي عشان كده؟ كان ممكن تكلمني في التليفون أسهل يعني. وانتوا بتردوا على التليفونات خالص. انا مش هاخد من وقتك كتير. شوف حضرتك، انا مش عاجبني طريقه معاملتكم مع منا. البنت محتاجه للي يقف جنبيها ويساعدها، ومش عشان غلطه، انا على الاقل المشنقه. انا مش عايز اللي حصل مع زيزو يحصل لمنا. ما ترموش عيالكم يا جمال. تمام. حاجه تانية يا عمي؟ لا، انا قلت اللي عندي. يا نور أرجوك رد عليا. والله العظيم أنا بحبك وما أقدرش أستغنى عنك. وعايز أقول لك كمان إن الفترة اللي فاتت دي أنا اتغيرت كتير. محتاجة أقابلك بس نص ساعة تسمعيني فيها. ممكن أدخل؟ رؤوف زياد. إزيك؟ إزيك يا زياد؟ إزيك يا رؤوف؟ عامل إيه؟ إيه؟ جاي زيارة لمين؟ لا مش زيارة، أنا اتنقلت هنا من أسبوع. بس انت كنت في اجازه. نقلت. مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. وايه بقى الواسطه الجامده اللي جابتك معانا هنا؟ شغلي. الملف بتاعي هو واسطتي يا زياد. منور الدنيا يا حبيبي. اهلا يا رؤوف. وعايز اقول لك كمان ان الفتره اللي فاتت دي انا اتغيرت كتير. محتاج اقابلك بس نص ساعه تسمعيني فيها. Thank you.
اتفضل. صباح الخير يا حبيبتي. ايه مش هتفطري معايا قبل ما تنزلي ولا ايه؟ لا شكرا. زياد كان بيكلمك في التليفون مش كده؟ انا كنت سامع صوته. ايوه كان بيبعت لي على الواتساب. انا مش عارف هو عايز ايه تاني بعد اللي حصل. غريبه انت بتسالني انا؟ انا هتصل بيه وهحذره، واذا ما بعدش عنك انا هيكون ليه معاه تصرف تاني. ملوش لزوم، الموضوع مش مستاهل. انا عارف يا حبيبتي ان انا غلطت لما ضغطت عليك عشان تتجوز زياد، بس صدقيني والله انا ما كنت بفكر الا في مصلحتك. انت طول عمرك بتفرض عليا اعمل ايه وما اعملش ايه، عمرك ما اديتني حاجه واحده بس اختارها بنفسي. هرش سامحيني يا حبيبتي، انا ما كنتش بفكر الا في مصلحتك، بس انا عمري ما تخيلت ان زياد تلميذي يبقى نادل بالشكل ده. انا مش عايزه افتكر الموضوع ده تاني، لو سمحت سيبني اروح شغلي بعد اذنك. جرى ايه يا هلال؟ جرى ايه؟ ده احنا بقينا نقعد في الارشيف اكتر ما بنقعد في مكاتبنا. ما هو ده شغل وده شغل برضه ادراس. شغل ايه ده؟ بقول لك ايه يا هلال؟ افضل حاجه ان انت تنسى موضوع مريم والمذكرات بتاعتها دي خالص. انت مش قلت لي قبل كده ان مريم دي كانت بتتعالج عند دكتور نفسي؟ يعني الله يرحمها كانت لاسعه، ما ينفعش تثق في اي كلمه هي كتبتها. في اللقاءات اللي انا شفتها لمريم كان يدل على انها في حاله معنويه كويسه، كانت متفائله باللي جاي. انا بس لو لقيت اي قضيه من القواضي اللي كتبت عنها مريم هحس ان انا ماشي صح. قواضي؟ قواضي يا جدع انت؟ هي ممثله ولا محاميه؟ لا يا اخويا خلينا نركز واكل عيشنا احسن. اكل عيشنا؟ انت ليه محسسنا ان احنا بتوع طرش؟ الله، ما ده شغل وده شغل برضه. يلا دور معايا يمكن نلاقي حاجه تخص مريم. يا جدع انت، هو مش مؤلف الرواية قال لك إن هي كانت متأثرة قوي بالشخصية اللي كانت هتمثلها في الفيلم، عشان كده كتبت الأسامي برموز وحروف. يعني حتى يا هلال لو الكلام بتاعها حقيقي صعب جدا إنك توصل للأسماء اللي هي ذكرتها. ما أنت لو قريت البلاوي اللي في الكتاب كنت اهتميت، إنما نقول إيه؟ الاهتمام ما يطلبش. لا ما اسمحلكش. لا لا انت ايه هتسوق فيها ولا ايه؟ وصلك للاهتمام ما تطلبش الكلام ده؟ طب انا هسيبك بقى واروح اشوف اكل عيشي. اكل عيشك؟ اه. طب بكره تيجي بدري عشان ترش قدام المحل. تتريق عليا هلو؟ سلام، انا هسيبك في الوهم اللي انت عايش فيه ده وانا مش عارفك يعني. سعيد غنام. صفقة الأنسولين أكتر من 300 شخص بالأنسولين. قالوا مليون في المين أكتر من 300 جنيه. سين غين هو اللي مضى على موافقة الدخول، وإنهم هيخلوه هو كبش الفدا. سين غين، سعيد غنام. حاجة من الاتنين، يا إما الراجل ده مظلوم زي ما المذكرات بتقول، يا إما مكتم على الفلوس عشان محدش يسأله من أين لك هذا. حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم سعيد غنام بالسجن المؤبد لما نسب إليه من تهم. الله العظيم ما عملت حاجة، أنا بريء والمصحف الشريف بريء، ما عملتش حاجة، أنا بريء والمصحف الشريف بريء. الله
والله العظيم ما عملت.